مرحبا. قبل 1900 كان الناس تفكر انه الذرة طاقتها او حرارتها بتطلع منها بشكل متواصل، يعني بتهتز على اي تردد، بس هذا الحكي كان منكد على العلماء لانه هاي الفكرة مش عارفة تفسر ليش الاجسام المشعة بتشع بطريقة معينة، كل تنبؤاتهم غلط. واذ ظهر واحد الماني اسمه ماكس بلانك ابو الكوانتم. ماكس حكى لهم نو، ما بتهتز على اي تردد، الطاقة ما بتطلع بشكل متواصل، الطاقة بتطلع على شكل حزم اسمها كوانتا، يعني 1 2 3، وبتفشق عن الأعشار. حطوا كلامه بالاختبار، طلع الزلمة كلامه مزبوط، لا غبار عليه، كل التنبؤات طلعت صح. برافو عليك، أعطوه نوبل. أخذ نوبل. عجبتهم الشغلة. أجا أينشتاين بال1905 وحكى لبلانك، هل تعلم يا أستاذ بلانك أنه مش بس الذرة عبارة عن وحدات اسمها كوانتا، الضوء كمان متكون من جسيمات اسمها فوتونات، والطاقة تبعتها بتطلع بترددات معينة. ما هو رأيك يا أستاذ بلانك؟ حطوا كلامه بالاختبار، طلع كلامه مظبوط. طبعا بلانك انبهر، نسبية على تأثير كهروضوئي على زمكان على، ممتاز برافو عليه، أعطوا نوبل. أخذ نوبل. طبعا هون فكروا إنهم فهموا الفيزياء، قعدوا بلانك وأينشتاين يتعشوا. مين دخل عليهم؟ طلع لهم من بين زبدة لوربك الدنماركي نيلز بور. معقول زبدة لوربك كانت موجودة وقتها؟ لازم يبالها جوجل والله. المهم حكى لهم اسمع، ولا انت وياه يكون بعلمك انه الالكترون كمان بيكون موجود حول النواة بطاقات مدارات محددة، والالكترون عشان يتنطنط رايح جاي قدام النواة محتاج يا يكسب طاقة يا يخسر طاقة على شكل ايش؟ ضوء. طبعا أينشتاين وبلانك عجبهم الموضوع هيك من جماعتهم، يا زلمة تعال تفضل اتعشى عنا، والله لا تتعشى عنا اليوم. حكى لهم اوكي مان خليني انا بس بدي اروح اجيب جائزة نوبل وارجع، جائزة نوبل. المهم راحت الايام، عشت الايام، خش عليهم واحد اسمه لويس دي بروغلي او لوي دو بروغلي بالفرنسية، البرونونسياسيون لازم تكون اكيوريت. تتذكروا لما كانوا يحكوا عن الضوء انه ساعة جسيم ساعة موجة؟ طلع الكلام مظبوط، الضوء جسيم وموجة مع بعض. ها هاي المستندات كل وراق معاي يا أستاذ جاسم، احكي لي مع المحامي. جائزة نوبل. طلع الضوء جسيم وموجة مع بعض، بتصرف على كيفه، ساعة موجة ساعة جسيم ساعة جسيم ساعة موجة. مش بس الضوء، المادة كلها عبارة عن موجات وجسيمات بنفس الوقت. فوتت مين؟ شرودنجر. اجا شرودنجر مع بسة، لم حوالي العلماء حكالهم تعال بدي افرجيكوا البسة هاي السحرية ايش تقدر تسوي، بتقدر تكون عايشة وميتة بنفس الوقت. جائزة نوبل. اجا حكى لهم أينشتاين يا جماعة الخير انا زلمة مجنون اوريدي مجنون، تيجي تجننوني بسة وحد جايب لي بسة وواحد جايب لي ذرة، انا بحب اكون متأكد انه الامر موجود سواء كنت بطلع عليه ولا ما بطلع عليه. طبعا بور حكى له اقعد واسكت، الكون مش مضطر يتبع اهوائك ورغباتك الشخصية، الكون زي ما هو وبدك تقبل فيه زي ما هو. أينشتاين ما كان عاجبه الموضوع بس حكى لك يعني وتدو يا خلصت الإفهات، وأنا ما ضلش إفهات لسه ضايل هايزنبرغ uncertainty، أنا ماليش في تات الكلام ده. نط مين؟ هايزنبرغ. خلص على الموضوع الآخر بالuncertainty principle، مبدأ الريبة. أنا مش عاوز أكتر في الكلام بس أنت ما بتقدر تحدد موقع إشي وسرعته بنفس الوقت، بتمسك السرعة بشرد منك المكان، بتحدد المكان بتشرد منك السرعة، هي هيك الدنيا. جائزة نوبل. وظلت الأشياء الغريبة تطلع كل فترة زي التشابك الكمومي أو الكوانتم انتانجلمنت اللي بتسمح إنه يكون في جزيئين مرتبطين مع بعض وبيأثروا على بعض بشكل مباشر كأنهم مربوطين بغض النظر عن المسافة، وهي مشكلة كبيرة لأنه الكون بنحكمه بسرعة الضوء وبغض النظر عن المسافة، يعني انه التشابك الكمومي بخرق السرعة القصوى للكون وهي سرعة الضوء. هاي عن جد عن جد مع انه هو ساهم باكتشافها بس ما عجبت أينشتاين، وصفها بسبوكي اكشن ات ا ديستنس. هلأ ابو هانس معاه حق، هاي الاكتشافات كلها اللي اجت ورا بعض عملت علم جديد اسمه ميكانيكا الكم. ليش الموضوع مستفز؟ لانه مش بس كشف لنا قديش الاشياء الصغيرة بتتصرف بطريقة غريبة وعلى كيفها بدون ما احنا نقدر نتنبأ ونعرف النتائج، فعل المراقبة نفسه بيأثر على التجربة ونتائجها، وانت ما عم تراقبه بيكون موجود بكل الاحتمالات مع بعض، لعبة تحذير يا هون يا هون يا هون بالسحبة. مش بس هيك، ميكانيكا الكم والطريقة اللي بتتصرف فيها بتتعارض تماما مع النسبية العامة والخاصة اللي بتوصف كيف الأجسام الكبيرة والأحجام الضخمة بالكون بتتصرف. فاكتشفوا العلماء انه في مجموعتين من القوانين، مجموعة بتحكم الأشياء الكتير صغيرة والذرات وهذيك الأحجام، ومجموعة اللي هي نسبية بتحكم الأشياء الكبيرة وكيف الكواكب والنجوم والمجرات تتصرف مع بعض. يعني زي كأنه في حكومتين بحكموا بلد واحدة، احنا بحكومة واحدة مش خالصين، تيجي حكومتين تحكموا علينا. من وقتها لهلأ والعلماء مش عارفين الله وين حطتهم وإيش اللي عم بيصير،
وكل شوي الطبيعة بتزت لهم جسيمات جديدة، بفكروا حالهم اكتشفوا كل الجسيمات واكتمل عندهم الرؤية تجاه الكون. مبسوطين على حالكو؟ برافو. خد طاقة مظلمة. طب شو رأيك شوية مادة مظلمة؟ 70% من الكون انت بتعرفش عنه اشي. طب بوزيترون؟ طب انتي بروتون؟ طب انتي ماتر؟ بدك شوية دبليو زي بوزونز؟ احطلك كيليين هيك على جنب. طب نيوترينو؟ والله انه زاكي. طب هيكس بوزون؟ بتحب هيكس بوزون؟ احطلك يا مع بسندويشة. طعم الاولاد، فكل كم من سنة بطلع لهم جسيم جديد ما كانوش يعرفوا انه موجود. وتدو يا يا يا. الخلاصة، شايفين هذا الحكي اللي حكيناه كله؟ هذا كله يعتبر قشرة ببصلة الكون. بس معلش، ريتشارد فاينمان بحكي لك انه لازم نتقبل فكرة انه الكون يمكن ما يعطينا كل الاجابات اللي احنا مندور عليها، احسن ما يعطيني اجوبة نص نص هيك يلا مشي حالك واسكت وما تسأل. واحنا بنكتشف كيف الدنيا بتشغل حوالينا فقط لمتعة الاكتشاف، زي الجنس. الجنس ممكن يعطيك نتائج عملية بس مش عشان هيك احنا بنعمله. فهذا كان كل اشي اليوم. شكرا، سلام.